السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الحمد لله إلى هذه الجزيرة الصغيرة، إحدى جزر المالديف. جزيرة جميلة كما تشاهدون في الخلفية، طبيعة جميلة، هدوء، استقرار، استرخاء. خلونا نتعرف وياكم على أهم ما في هذه الجزيرة. الجزيرة فيها وايد فعاليات، وايد أنشطة، طبعاً السباحة، الغوص، الرياضة، المشي، وايد فعاليات. بالإضافة إلى أنها منتجع للاسترخاء والاستجمام والهدوء والاستقرار. تكفي هذه الطبيعة الجميلة. مثل ما شفتوا، هذه إحدى جزر المالديف. جزيرة جميلة وهادية وراقية، وفيها فعاليات، بس كل فعالياتها مثل ما شفتوا تميز بالهدوء. ما فيها أزعاج، ما فيها دراجات مائية، ما فيها سيارات، ما فيها حتى سيارات غولف، ما فيها حتى دراجات نارية، حتى دراجات هوائية ما فيها. هدوء واستقرار ومشي. تمشي الجزيرة كلها فقط حواليها كلها في 5 إلى 7 دقائق على حسب سرعتك انت. فأتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا التقرير السريع، وإن شاء الله ألتقي بكم مجددا في تقارير قادمة. مع السلامة.